متابعي قناتنا قناة البهجة العقار، السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي اليوم كنصوره لكم من المنطقة ديال نواحي مدينة تيفلت. اليوم جينا باش نصوره لكم تبارك الله هذه الأرض كما غتشوفوا معنا، أرض اللي المساحة ديالها 6 هكتارات متكونة من جزئين، واحد الجزء اللي هو واحد الديغانو، أرض عارية اللي ممكن تستغل، أرض اللي التربة ديالها تربة جيدة، تربة رملية ممكن تصلح العديد من المزروعات. وكاين كذلك واحد الجزء الثاني اللي متكون من اشجار الزيتون، ارض اللي تبارك الله شاسعه والثمن ديالها راه جد مناسب. ما نطولش عليكم، اذا كما كتشوفوا معنا الشكل ديال هاد الارض الفلاحيه هو هذا اللي كتشوفوا معنا في الصوره. هذاك التجويف اللي كاين في الشكل هو اللي فيه هاد المنازل اللي كتشوفوا معنا في الجهه المقابله. هاد الارض هذه المساحه ديالها 6 هكتارات متواجده على بعد بضع كيلومترات من المنطقة ديال تيفلت. وبعيدة هاد القطعة أو هاد الأرض الفلاحية بحوالي 3 كيلومترات عن القدرون. كما كتشوفوا معنا هاد لابارتي ديال الأرض ولا هو حتى الجزء الثاني فهو غير مستغل، فهي أرض كما كتشوفوا معنا فارغة. هاد الأرض هادي اللي كيخصها هو تسييج، يدير ليها واحد السياج. وهاد الارض راه كتعتبر صالحه لعده مزروعات، اغلبيه ديال الاراضي المجاوره شفناهم كيزرعوا عده مزروعات في هذه المنطقه، ومنها البطاطس والخضروات كذلك. هاد الارض راها ما مستغلاش لمده طويلة لسنوات بحكم الانشغال ديال الملاك ديال هاد الأراضي بأعمال أخرى. وبالنسبة للحالة القانونية ديال هاد الأرض فهي ملكية، والملكية ديال الأراضي في المغرب فهي مخالفة لأراضي الجموع. الملكية راه ممكن تترى، هذه اللي كتشوفوا معنا في الصورة هو البئر، وبالحكم ديال عدم استغلال ديال هذا البئر فهو بئر الآن مدفون، يعني خصو إعادة الحفر. وهذا هو الجزء الثاني اللي تكلمنا عليه في أول فيديو من هذه الأرض، هو الجزء اللي فيه هاد الأشجار ديال الزيتون. هاد المنطقة ديال نواحي مدينة تيفلت كتعتبر كذلك منطقة فلاحية بامتياز. في الطريق لهاد الأرض الفلاحية شفنا مجموعة ديال الفيرمات اللي مجهزة تبارك الله. في المغرب هناك العديد من الأراضي الفلاحية تبارك الله اللي صالحة للاستعمال، واللي ولينا كنشوفوه هما ان هاد الاراضي ولاو كيجيو ليها ناس من اجانب واللي كيستغلوا الارض بواحد الطريقه عصريه. ف ما عرفناش علاش، ولكن ما كرهناش ولاد البلاد المغاربه ديالنا هما اللي شدوا الاراضي ديالهم. الحمد لله عندنا اراضي شاسعه اللي صالحه لجميع انواع المزروعات،
وعندنا واحد أشكال متنوعة من التربة. ففي المنطقة ديال الغرب هناك تربة رملية اللي كتصلح لزراعة الفريز، وفي المناطق الأخرى اللي كتعتبر فلاحية كنلقاو أغلبية التربة ديال التيرس اللي كتلق فيها العديد من المزروعات، وخصوصا هاد المناطق اللي متواجدة في النواحي ديال مدينة الرباط وكذلك نواحي ديال مدينة القنيطرة، فهي أراضي اللي هي خصبة وأراضي منبسطة. وهاد المنطقة كذلك فهي الحمد لله فيها واحد الفرشة مائية متنوعة، وخصوصا في المنطقة ديال شمال القنيطرة، خصوصا في المنطقة ديال الشمال ديال مدينة القنيطرة تبارك الله المياه كتواجد على بعد واحد 6 أو 7 أمتار فقط. إذا كنتم مهتمين بشراء هذا النوع من العقارات أو هذا النوع من الأراضي الفلاحية، فما عليكم إلا اتصلوا بنا في الأرقام المتواجدة على الشاشة. نحن رهن الإشارة ديالكم طيلة أيام الأسبوع، عندنا أراضي مختلفة اللي غنعرضوها إن شاء الله عما قريب في هذه القناة ديالنا، وهناك أراضي مختلفة خصوصا في المنطقة ديال سيدي علا البحراوي اللي كتعتبر أقرب نقطة من مدينة الرباط. طبيعة الحال الأثمنة كتختلف بالنسبة للثمن ديال هاد 6 هكتارات اللي كتشوفوا معنا في هذا الفيديو، فهو ثمن جد مناسب ما كيتعداش 85 مليون وقابلة للتفاوض مباشرة مع أصحاب هاد أو مع المالك ديال هاد الأرض. وبالنسبة للأراضي الأخرى فهناك هكتارات بأثمنة مختلفة. إذن ما بقى لي إلا نشكركم، شكرا لكم وإلى الفيديو القادم إن شاء الله. شكرا والسلام عليكم.